إذن سعادتي لا تنقص بل تزيد. اليوم غادي نسمعوا وغادي نستمتعوا، ولكن قبل لا بد ماشي نسيت وتعمد أنني نخلي الترحيب بالشاعرة والزجالة والكاتبة نفسها دليلة الحجامي وسيدي محمد، وهذو في الحق أنا علاقتي بهم أشهد الله تعالى أن علاقة محبة صادقة، ماشي زعما نقولوا هما كنعتبرهم بعض الأسر في المغرب، كنعتبرهم أسر ديالي، منهم سي شمر القيوي، منهم الأستاذة ليلى، منهم سي جواد النخيلي اللي كيعتذر على الحضور ديالو، منهم سي سفيان أشساس أيضا اللي اعتذر على الحضور ديالو، فأنا جايك سي شمس بن الزوشي هو ما يوقع لك ستار، منهم سي عزيز الكرومي اللي ما نسيتوش أني جاي، ها واحد هي أجنبي، سي عزيز الكرومي اللي كيجمعني به واحد المحبة أيضا صادقة، وأنتوما كاملين الحضور ديالنا الله يدومها محبة عامرة ما صرات. ننتقلوا نسمعوا لبعضياتنا في قراءات شعرية زجلية نتشنفوا بها سمعنا ونستمتع مع بعضياتنا في هذا اللقاء الأول. بغيتوا نتكلموا على القبة كيفاش تمشي؟ الله أعلم راه بانت معناك السيد غا شوية. أييه. بان شوية ديال المعنى. نعم. وأنا غنجتمعوا غنقراو غنديروا توقيع كتاب غنكرموا اللي خصو يتكرم هي اللقاءات ديال المحبة. ما فيهمش شي بهرجة ولا شي، فقط هاد الكريسة هادي ديال المحبة نعيشوها للقلب فقط مع سيدي عبد الرحمن المجدو ومع ربيع الإبداع اللي بغيناه دايما يكون ويحيا في الربيع.